هنا ناصر النصر يقود الانطلاقه للمرخيه، لاعب الزعيم السداوي اللي لعب في الموسم الماضي مع معيذر وحاليا مع المرخيه. مقطوعه كره احمد علاء لمصلحه الغرافه، بينيه ما فيها رايه، ما فيها رايه، هي جول 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 اول للفهود، هدف اول لمصلحه الفوز. اللي نعرفه كلاعب مهاجم بنفس هجومي في الطرف الايمن يتقدم كجناح ايمن في مركز الاساسي. نتابع ونشاهد. كره ملعوبه بنقره حاضره خطيره، الله الله، المرخيه يعود.